المكتوب ده يعني عايزين يدوا برضو انطباع انطباع للمدرب ان فعلا احنا مقتنعين ان الكهرباء غلط واحنا بنأدبه بعد ما ايه اعتذر يعني. بالشوط اللي حضرتك وقفت عنده ده اللي احنا شايفينه او كنا شايفينه من شويه هو ده ترجمه فعل يعني عمليه لفكره ايه صافي يا لبن حليب يا بالظبط كده واحنا كده؟ انا حسيتها كده واحنا يعني. يا مستر موسيماني احنا كمان خدنا لك حقك اهو بنضربه اللي بيضربه بقى بالبنيه واللي بيضربه باللي مش عارف ايه فبصراحه لقطه حلوه وبص برضو الروح الجميله الشناوي بتاعت طبعا قائد بقى بص هو اللي بتاع بما فيهم على فكره الجهاز بيضرب هي فرصه كويسه هي الحقيقه هي فرصه بس ان موسيماني ياخد حقه فالحقيقه لا يعني حلوه قوي اتعملت بشكل حلو روح اللعيبه مع بعضها حلو مش مجرد واحد اتعاقب وبعدين عشان ما يبقاش في كمان ضغينه ونفسيه وحساسيات وبعدين برضو يا كريم في حاجه برضو ما هو في لعيبه المساواة في الظلم عدل زي ما بيقولوا يعني صحيح. انا ما ينفعش ان انا لعيب يعمل موقف ياخد حاجه واللعيب التاني